خمس سنين. ايوه بالظبط. لا بس لازم تدعم برضه يعني. اولا ما تيب ولوفرن دول وجوميز شفت ماتش اللي فات عامل ازاي؟ الثلاثه دول لازم يجيب حد جامد يعني. لو صرف فلوس كوليبالي ولا حد جامد هيقفل الحته دي كويس، لان المنطقه دي مشكله عنده بشكل كبير. لو فان دايك مش موجود جنب حد فيهم بتبقى بكارثه. فمعدل الاعمار مهم. انا بقول ان لازم زي ما كابتن حازم بيقول سنتر باك مع فان دايك، لازم لعيب رابع بنفس مستوى صلاح وماني وفيرمينيو يكون بيلعب في الحته دي. لان المشكله دلوقتي لو زي ماتش ايفرتون مثلا لما صلاح حصل له دروب الفرقه شكلها مختلف، اي واحد من الثلاثه مش موجود، فيرمينيو الماتش اللي فات ما بيلعبش، شكلهم مختلف. فمحتاج واحد رابع. هو حاول مع شاكيري، شاكيري لعيب مودي يعني، لعيب ساعات بيبقى كويس ساعات بيبقى وحش، لو ما لعبش ساعات كده لعيب يعني، مش اللي هو مش دايما في نفس المستوى. فلازم لعيب يتصرف. لو ليفربول جاب سنتر باك وجاب واحد في الثلاثه، واحد بيلعب في الثلاثه اللي قدام جامد هيبقوا انستوبابل.